السلام عليكم. كتب قطر الندى، تانية ابتدائي، العربي والحساب، 2025، الترم الأولاني. وتعالوا نشوف الكتب من جوه عاملة ايه. طبعا قطر الندى غير الدنيا، بقى كتاب كبير وحلو جدا. ده أول حاجة بدي لي بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة، وتمارين على ما سبق دراسته. أهو كل دي تمارين على ما سبق دراسته، بس الورقة خفيفة قوي بصراحة ربنا. دي قصة الاستماع والتمارين عليها، اهي قصة أنا أستطيع ومعاني الكلمات، وهنا جايب لي السؤال والإجابة وتمارين عليهم أهو. بس الكتاب بصراحة ربنا طبعا هو حلو، ولكن الورقة خفيفة حبتين. أهو ده كتاب تانية ابتدائي، المنهج الكتاب عامل 9، ايه ده الزغاليل دي مزغللة، كتاب عامل 79 جنيه. تعالوا نشوف كتاب الرياضة من قطر الندى، تانية ابتدائي، الترم الاولاني، 2025. ادي كتاب قطر الندى، هو بادئ لي بالرسوم البيانية والاعمدة، كانت رأسية وافقية وتمارين، وشيت حتى الدرس الثالث، خط الاعداد، مسائل كلامية واسئلة حتى الدرس الثامن. وادي تمارين كتاب تانية ابتدائي الحساب، حتى الدرس 10 جايب لي تمارين على الفلوس، جايب لي الأحاد والعشرات والمئات اهو. وادي كتاب تانية ابتدائي، الكتاب تانية ابتدائي يا جماعة عامل برضو 79 جنيه، قطر الندى، وده الاصدار الجديد. تمارين طبعا حلوة جدا والوانه حلوة قوي مظهرة، ولكن حاسة انه يعيبها ان الورقة خفيفة سيكة.